من طلبتهم مطالبهم تظاهر أكثر من 5000 أمين وفرد شرطة أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بتطهير الوزارة من كل مساعدي الوزير واصفين إياهم بأنهم رجال الوزير الأسبق حبيب العدلي. وقال أحد قيادات الائتلاف أنهم قرروا إخلاء جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من القيادات الموجودة بها ولو بالقوة، مشيرا إلى أنهم أعطوا مهلة للقيادات لإخلاء مقرات مديريات الأمن تنتهي في 3 من عصر بكرة إن شاء الله. ايه هو ده؟ هو ارحل مش هنمشي هو يمشي يعني. لا لا سؤال قبل اي حاجه، حضرتك النهارده لما انا الشرطه الامن اللي في الدوله بقول يا جماعه انا عامل اضراب يا بلطجيه اشتغلوا لان اعملوا في الناس اللي انتوا عايزينه لان انا عامل اضراب، هل دي مسؤوليه؟ يعني معقوله اللي بيحصل ده يا استاذ؟ اولا اللي بيحصل ده لو بصيتي له بقى بنظره شامله يعني هو امر طبيعي جدا. التوقيت ربما مخيف يعني، ايوه، والتوقيت ربما مثير للانتباه لاننا داخلين المفروض على استحقاقات انتخابيه وفي تحذير من عنف وما الى ذلك. ولكن نحن ندفع الان ثمن اخطاء المرحله الانتقاليه. نحن ندفع ثمن اعتماد اسلوب، اسمحي لي يعني استخدم كلمه الطرمخه والفهلوه، طرمخه ايوه، في معالجه القضايا التي نشات بعد ثوره 25 يناير. مطلب التطهير كان مرفوعا منذ ما بعد 11 فبراير، وكان في المقدمه منه تطهير وزاره الداخليه من رجال حبيب العدلي وكان في كلام عن تطهير يعني فكره التطهير نفسها باعتبار ان الثوره بتؤسس لوضع جديد. لابد أن يشعر الناس بأن هناك تغييرا جرى بين ما كان سائدا وما استجد بعد هذه الثورة. تعاملنا مع كل هذه المشاكل على بطريقة البلاستر، يعني احنا في جرح بنغطيه ببلاستر وبنعتبر انه خلاص هذا الجرح مفيش حد مفيش متعور ولا حاجة مفيش انت. للأسف الشديد ده بيؤدي إلى استفحال الأداء فيما بعد بشكل أفضح وبشكل أوسع وبشكل أخطر. أنا لافت نظري في حكاية أمناء الشرطة دي إن الشعارات المرفوعة يعني الناس بتتكلم عن إنه تطهير من قيادات وتعيين مدني وزيرا للداخلية. يعني هذا الشعار يعني ربما سمعناه كثيرا من النخبة ومن الليبراليين، فأنا لافت نظر المسألة دي للغاية يعني أن يطالب أفراد من الشرطة. أولا الشرطة بالأساس وفقا للقانون والدستور وفقا للقوانين العالم كله المفروض أنها هيئة مدنية، هي ليست، ولكن هي يعني تمت عسكرتها في العصر السابق وتحولت إلى يعني جيش جرار، وإحنا سمعنا أرقام ضخمة جدا ربما كان فيها مبالغات عن عدد أفراد الشرطة، وإن قيل إن تجاوزوا 1,000,000 وإن كانوا 3 أضعاف الجيش. حركة التطهير اللي اتكلم عنها في وقتها اللواء منصور العسوي لم تكن تطهيرا بل ربما كانت نوع من تنقلات عادية، تحريك بعض الناس أو في ناس وصلت لسن المعاش، ولكن بقي في وزارة الداخلية رجال حبيب العدلي بالفعل، وبقي من يقاوم فكرة التغيير ومن يشيع فكرة الفوضى ومن يحدث هذه الحالة من الانفلات الأمني وكأنهم يعاقبون الثورة. يعني احنا نذكر في وقت حركه التطهير دي وحصل ان في خلاف بين منصور العسوي وبين عصام شرف وان لا ان ده اختصاصي، وان اولا حركه اللواءات انهاء خدمه اللواءات او ابعاد اللواءات المفروض ان دايما ده قرار رئيس الوزراء. يعني انت لو رجعت الارشيف الجرايد فيما قبل 25 يناير في حركات اللواءات الداخلية كنت هتلاقي مثلا اعتمد أحمد نظيف رئيس الوزراء كذا، وقبل أحمد نظيف كان كمال الجنزوري أو فإذا ده اختصاص مدني صميم لرئيس الوزراء. ولكن في الوقت في الحركة الأخيرة اللي هي كان 500 وشوية دي قيل انها نسبت لمنصور العسوي، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي نرجع لاصل الموضوع اننا ارتكبنا اخطاء جسيمه للغايه في اداره المرحله الانتقاليه. نحن ارجانا
التعامل الجاد مع ملفات شديدة السخونة وشديدة الخطورة وتناسيناها يعني أو تجاهلناها وتصورنا أنها انتهت. ماذا يحدث؟ وها هي يعني تثور الآن وفي اللواء العسوي شال 507 ولا عارفة كانوا كام يعني يعني الراجل عمل اللي عليه. الحركة دي في مضمونها فيها برضو كلام لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية. بس مطالب الشرطة النهاردة اللي دخلوا الائتلاف أمناء الشرطة بيقولوا إن في القيادات اللي في الداخلية ما زالت كلها تابعة للعدلي. ده كلام يعني ده كلام. طب هيشتغل إزاي وبقى اللواء العسوي هيشتغل.